نحييكم من أورشليم. ها نحن نسير على بداية الدرب الأخير الذي سار عليه يسوع المسيح في مسيرته الخلاصية، درب الصليب. هذا الدرب الذي به تغير وجه التاريخ ومصير البشرية جمعاء. ندعوكم لمرافقتنا في تتبع مراحل هذا الدرب الأربع عشرة التي مع انتهائها انفتحت أبواب السماء وحلت الرحمة الإلهية وبدأ العهد الجديد. حبيبي حبيبي يا ولدا خاطبني. تقع المرحلة الأولى من درب الصليب أو درب الآلام في قلعة أنطونيا التي بناها هيرودس عام 35 قبل الميلاد، وسماها أنطونيا على شرف ولي نعمته ماركوس أنطونيوس، وقد بنيت على أنقاضها المدرسة العمرية. في فترة لاحقة أصبحت قلعة أنطونيا مقرا لدار الحاكم الروماني أو دار الولاية. ويروي لنا الإنجيل أنه المكان الذي جرت فيه محاكمة يسوع، ويقع شرقي المدينة. لقد مثل يسوع المسيح أمام محكمتين، دينية يهودية وسياسية رومانية، وقد فرضت عليه المحكمة الدينية عقوبة الموت بعد إدانته بالتجديف على الله بقوله إنه ابن الله وإنه سيجلس عن يمينه. ولكون الحاكم الروماني بيلاطس البنطي لم يجد بتهمة ما سمي بالتجديف على الله علة لصلب يسوع، كان على رؤساء كهنة اليهود أن يقدموا تهمة سياسية لقتله. فاتهموا يسوع باطلا خلال لقائهم مع بيلاطس بأنه معاد للقيصر، وذلك بتحريضه على الفتنة وقوله إنه ملك اليهود كما يروي لنا الإنجيل. إلا أن بيلاطس سعى لإطلاق سراحه جريا على العادة في الفصح أن يطلق واحدا، لكن اليهود طلبوا إطلاق سراح باراباس وكان لصا، فأخذ يسوع وجلده. نشاهد أمامنا كنيسة الجلد التي تحيي هذه الذكرى، والتي بناها الآباء الفرنسيسكان في القرن الماضي على أنقاض الكنيسة الصليبية التي تعود إلى القرن الثاني عشر. وتحتوي الكنيسة على نقوش ورسومات تصور الحاكم الروماني بيلاطس البنطي وجلد يسوع وإطلاق سراح باراباس. ويغطي سقف الكنيسة رسم لإكليل الشوك الذي وضع على رأس يسوع. كانت المجلدة الرومانية مزودة بقطع من العظم والرصاص لجعل الضربات أشد إيلاما، فمزقت جسد يسوع وجعلته لاحقا يسقط مرة تلو الأخرى في طريقه إلى الجلجلة. وبعد أن جلد يسوع أخرجه بيلاطس أمام الجماهير قائلا جملته الشهيرة إتشو أومو، هو ذا الرجل. ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة، أملا في أن ينال المسيح تعاطفهم فيتفادى صلبه. فصرخ رؤساء الكهنة اليهود والخدام اصلبه اصلبه، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فأمر بصلبه خضوعا لرغبة اليهود وخوفا من أن يشتكوه لقيصر. أشركينا بألم فادينا، زينينا بنعمة بارينا، لنخدم كيما ديد الدوام على المرحلة الثانية. يخرج يسوع حاملا صليبه، إنه يحمل خطايا العالم، وذلك بعد أن خضع بيلاطس البنطي لهتاف وصراخ الجماهير في الخارج اصلبه اصلبه. وقد أقيمت هذه الكنيسة كنيسة الحكم على يسوع إحياء لهذه الذكرى. حبيبي وحبيبي
قام بإنشاء كنيسة الحكم الروبان لفرانسيسكان في مستهل القرن الماضي على أنقاض كنيسة تعود إلى القرن الثالث عشر، وفيها أرضية مبلطة اعتبرت جزءا من بلاط دار الولاية. من هذا الموقع الذي يمثل المرحلة الثانية خرج الرب يسوع حاملا الصليب في طريقه إلى الجلجلة. كانت العادة أن يجبر المحكوم عليه على حمل صليبه إلى الموقع الذي سينفذ فيه الإعدام، وكان يجري ذلك عادة خارج المدينة، وكان يسير أمامه شخص يحمل لوحة عليها التهمة التي حكم عليه من أجلها، أو قد تعلق هذه اللوحة في رقبة المحكوم عليه بينما يحمل صليبه على كتفيه. من هنا نفهم قول السيد المسيح: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. يا حبيبي كيف تعطي أتراضى الوفاء. نتابع طريقنا إلى الأمام نحو الطريق القادم من باب العمود لننعطف إلى اليسار نحو المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة يسقط يسوع المسيح تحت الصليب للمرة الأولى، ويشار إليها بهذا النحت الموجود أعلى هذه الكنيسة للأرمن الكاثوليك إحياء لهذا الحدث. يا حبيبي أي ذنب حمد العالم. إن السيد المسيح يقع على الأرض ومن فوقه صليبه الخشبي الثقيل الذي كان يرتطم بجسده المقدس. هذا ما أثبتته دراسة الكفن المقدس عندما وجد أن المصلوب ظاهر عليه آثار السقوط على الأرض نتيجة لحمل شيء ثقيل. سقوط يسوع المبكر هذا ودليل على حالته الجسدية السيئة بعد تعرضه للجلد الذي مزق جسده، لتتم بذلك نبوءة أشعيا: حسبناه مصابا مضروبا من الله، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. على بعد أمتار قليلة من المرحلة الثالثة نصل إلى المرحلة الرابعة. يسوع يلتقي بأمه الحزينة، ويشار إلى هذه المرحلة بهذا النحت أعلى هذا الباب لكنيسة الأرمن. يسوع لم يفكر بنفسه بل كان يفكر بوالدته، ويتجلى ذلك عندما أوكل الاعتناء بها إلى تلميذه الحبيب يوحنا بينما كان على الصليب وقال له: هو ذا أمك. مريم العذراء لم تحمل الصليب ولكنها حملته في قلبها. أنت الميناء للخلاص وفرح البشرية. يا عروس العروس لها، الأرفع من السماء. المشهد المؤثر لالتقاء يسوع بوالدته المتلهفة لرؤيته يتبادر إلى الأذهان قول سمعان الشيخ لها عند تقدمة يسوع وهو طفل إلى الهيكل بقوله: وأما أنت فسيف الأحزان سينفذ في قلبك. كذلك حين فقد في أورشليم وهو في الثانية عشر من عمره ووجده أبواه في الهيكل، فأجاب أمه: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. سني هبي كالوم
قبول مريم العذراء لمشيئة الله مهما ترتب عليها من آلام وأوجاع، خلافا لحواء، جعل الخلاص البشري ممكنا. ونحن نتابع سيرنا لنتجه نحو منعطف الطريق إلى اليمين لنصل إلى المرحلة الخامسة. في المرحلة الخامسة التي تبعد بضع عشرات الأمتار عن المرحلة الرابعة، سمعان القيرواني يساعد يسوع المسيح على حمل صليبه، ويشار إلى هذه المرحلة هذه الكتابة المنحوتة أعلى بهذه الكنيسة الفرنسيسكانية. صوت تضرع اسمعي من نفسي شقيا. هنا شعر قائد المئة أنه لا بد من تسخير شخص ما ليساعد يسوع على حمل الصليب للوصول إلى الجلجلة، فوقع اختياره على سمعان القيرواني. أصل سمعان القيرواني من مستعمرة يونانية تدعى كيرينيوس في ليبيا، وليس من القيروان في تونس التي لم تكن مبنية بعد، بل بنيت عام 670 ميلادية. يروي لنا الإنجيل أن سمعان القيرواني كان داخلا بوابة المدينة للتو عائدا من الريف. ليس واضحا لماذا استرعى أنظار الجنود لتسخيره حمل الصليب. الإنجيل لا يشير إلى أنه كان عائدا من الحقل أو أنه كان يبدو كالعبيد، لأن حمل الصليب كان يعتبر عارا. لقد تمت بصليب العار هذا نبوءة أشعيا القائلة: بدلت ظهري للضاربين وخد للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسط. لقد سمح التدبير الإلهي بأن يعاون إنسان السيد المسيح على حمل صليبه، لكي يفهمنا بأن فداءنا لا يتم إلا بالمشاركة في حمل الصليب، وأن صليبه المقدس لا يكفي للخلاص دون صليبنا. وحسب التقليد على هذه الصخرة اتكأ يسوع وهو يحمل صليبه. وعذارا متحسرا وفي مرارة الرب صار. نتابع سيرنا في الطريق الصاعد إلى أعلى نحو المرحلة السادسة. في المرحلة السادسة فيرونيكا التي يرجح أنها كانت ساكنة في هذا المكان تمسح وجه يسوع بالمنديل، ويقول التقليد إن وجه يسوع انطبع على هذا المنديل. وتشير إلى هذا الموقع هذه الكتابة على هذه البوابة لكنيسة الروم الكاثوليك. خير من ينتظر خلاص الرب بسكوت، لأن السيد لا يمسي إلى الأبد، فإنه ولو أعرض يرحم بحسب كثرة رأفته. تمكنت فيرونيكا ومعناها الأيقونة الحقيقية من ملامسة وجه يسوع لتمسح عنه العرق والدم، ليس بدافع حبها له وإشفاقها عليه فحسب، إنما لمشاركته آلامه أيضا، فوجدت في يسوع كل قريب يحتاج إلى التعزية، وهم الجياع والباكون والمرضى، هم العميان والعرج والمعاقون والعجزة. فأين الذين أقامهم يسوع من الموت؟ أين الذين شفاهم من البرص والشلل والعمى والصمم؟ أين 5000 الذين أطعمهم؟ أين تلاميذه؟ وحدها فيرونيكا أعلنت علانية غير خائفة حبها له. ونتابع صعودنا نحو 50 مترا إلى المرحلة السابعة. في المرحلة السابعة يسقط يسوع تحت الصليب للمرة الثانية،
لتتحقق بذلك نبوءة حبقوق القائلة: سقط من غطى جلاله السماوات وامتلأت الأرض من تسبحته. إن الملائكة تفاوى نحو المنعم عليها. رغم مساعدة سمعان القيروان ليسوع على حمل الصليب، إلا أن يسوع يسقط للمرة الثانية. عودة الإنسان إلى الخطيئة هي التي تجعل يسوع يسقط ثانية تحت الصليب، لتتم نبوءة أشعيا: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. لقد كان اهتمام الإنسان بالمظهر لا بالجوهر، بالحرف لا بالمعنى، فالمحبة ليست اسما بل هي فعل. تحيي ذكرى الحدث كنيسة فرانسيسكانية. نسير إلى اليمين قليلا ونصعد في الطريق الصاعدة إلى أعلى قرابة 20 مترا إلى المرحلة الثامنة. بينما يتابع يسوع المسيح مسيرته نحو الجلجلة، يلتقي ببنات أورشليم اللواتي يبكين عليه، فيلتفت إليهن قائلا: لا تبكين علي يا بنات أورشليم، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. يسوع المسيح يدعوهن إلى التوبة. يا أورشليم جديدة، لأن مجد الرب قد أشرق تنسي الآلام يسوع إرشاد الناس وتعليمهم، وبهذا علمنا ألا تلهينا آلام الحياة وشدتها عن القيام بالواجب نحو أنفسنا ونحو الكنيسة. تنطبق هذه الكلمات على من يظهرون تعاطفهم مع المسيح لكنهم بعيدون عن طريقه، ولا يفعلون أكثر من أن يذرفوا الدموع أمام مشهد مؤثر. بنات أورشليم هن نفوس الذين يوصفون بأنهم أحباء من أجل الآباء من جهة الاختيار، ولكنهم أعداء من جهة الإنجيل. وربما كان يقصد بهذه الكلمات الخراب الذي سيحل بالهيكل ويجلب الموت والدمار ويؤدي إلى شتات الشعب اليهودي في أرجاء العالم. يشير إلى الموقع صليب محفور على الحائط الخارجي لدير الروم الأرثوذكس. ونتابع سيرنا نحو اليمين إلى أن نصل إلى دير الأقباط والمرحلة التاسعة. سقط ليشدد الأيدي المسترخية والركب الواهنة. نبوءة أشعيا هذه تتحقق هنا حينما يسقط يسوع تحت الصليب للمرة الثالثة. نحن نتوب ثم نعود إلى الذنوب. يقول القديس بولس الرسول: الخير الذي أريده لا أفعله، والشر الذي لا أريده إياه أفعل. فإذا كنت أفعل ما لا أريد فلست أنا أفعل ذلك، بل الخطيئة الساكنة فيا. وكذا يسوع يسقط مرة تلو الأخرى، رمزا إلى عودتنا إلى الذنوب مرة بعد مرة. إنها المرحلة التاسعة والأخيرة قبل أن نصعد إلى الجلجلة. المسيح الحي. كنيسة القيامة تعج بالسياح والحجاج على مدار أيام السنة، ولكننا حصلنا على تصريح خاص لقضاء الليل كله في الكنيسة حتى مطلع الفجر، ليتسنى لنا تصوير المواقع بحرية تامة. عند دخولنا بازيليكا القيامة نجد درجات على يميننا على ارتفاع 5 أمتار تنقلنا إلى كنيسة الصلب.
نحن نقف الآن في المكان الذي صلب فيه يسوع المسيح قبل 2000 عام، الجلجلة. هذا الاسم الذي يجلجل القلوب وتشخص له أبصار المسيحيين في أنحاء العالم أجمع. نجد من الخلف فسيفساء تمثل مشهد الصلب، ومريم العذراء والتلميذ يوحنا. إلى يساري فتحة كانت المدخل الرئيسي أيام الصليبيين لكنيسة الصلب. في هذا المكان تمت تعرية يسوع من ثيابه تمهيدا لصلبه فيما يعرف بالمرحلة العاشرة. أخذ الجنود ثياب يسوع وجعلوها 4 أقسام، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بدون خياطة، منسوجا كله من فوق إلى أسفل. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل لنقترع عليه. لمن يكون؟ لتتم النبوءة: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى ثوبي ألقوا قرعة. لقد اختبر آدم الأول بمعصيته العري الجسدي، واتخذ آدم الثاني أي يسوع المسيح على نفسه شبه جسدنا الخاطئ، ولذا فإن عليه عار عرينا أيضا. عري يسوع المسيح لكي نكتسي ببره بثياب الخلاص. يقول النبي أشعياء: تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. ما أكثر نبوآت العهد القديم التي تتحقق على درب الصليب. يقول النبي أشعياء: كشاة سيق إلى الذبح، وكحمل صامت أمام الذين يجزونه ولم يفتح فاه. في هذا المكان أيضا تمت المرحلة 11، يسوع يسمر على الصليب. Pilate then had Jesus taken away and scourged. And after this, the soldiers twisted some thorns into a crown and put it on his head and dressed him in a purple robe. They kept coming up to him. في هذا المكان رفع صليب يسوع المسيح. من خلال هذا القرص يمكننا أن ندخل اليد لنضعها تحديدا حيث وضع صليب يسوع المسيح. فوق الهيكل يمكن أن نشاهد صورة لمريم العذراء والقديس يوحنا ويسوع المصلوب. منطق يسوع يختلف عن منطق العالم، حيث يستند سلطان يسوع على السلام والمحبة. فنراه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يطلب الرحمة للإنسان.
إنه ملك من نوع آخر، فإن أولى كلماته السبع التي أطلقها على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. هذه الكلمة هي تأكيد لتعليمه: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لم يأتي المسيح ليهلك بل ليخلص الناس جميعا، والخطأ قبل الأبرار. الكلمة الثانية: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. لقد اعترف لص اليمين بالمسيح ربا حين قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واعترف بخطيئته. لذلك لم يتأخر وعد يسوع له: اليوم تكون معي في الفردوس. عمليا في ذلك اليوم أعاد الرب آدم وبنيه إلى الفردوس مرة أخرى بعد أن طرد منه لأنه أكل من الشجرة. فكما استخدم إبليس الشجرة لخداع البشرية وسقوط الإنسان من الفردوس، استخدم التدبير الإلهي الشجرة أيضا، والتي صنع منها الصليب، لخلاص البشرية ورجوع الإنسان إلى الفردوس. الكلمة الثالثة: يا امرأة هو ذا ابنك وهو ذا أمك. يخاطب يسوع أمه بكلمة امرأة، فإن الخطيئة والشقاء والموت التي جلبتها المرأة الأولى أي حواء على الجنس البشري قد أزالتها حواء الثانية أي العذراء مريم بتواضعها وقبولها دعوة الرب. ويرمز مشهد الصليب والعذراء ويوحنا واللصين إلى الكنيسة كلها، جانب به أناس خطأ تائبون، والجانب الآخر أناس خطأ غير تائبين، والعذراء الشفيعة المؤتمنة. وأما يوحنا فيرمز إلى كهنة العهد الجديد. الكلمة الرابعة: إلهي إلهي لما تركتني. هنا كان يسوع يعبر عن إحساسه بأنه متروك حيث وضع الله خطايا العالم عليه، وكان يذكر اليهود بإتمام النبوءة الواردة بالمزمور 22 للنبي داود الذي يبدأ بهذه العبارة نفسها: إلهي لماذا تركتني. وفي المزمور أيضا عبارة: أحصوا كل عظامي. الكلمة الخامسة ليسوع على الصليب: أنا عطشان. هنا يتمم المسيح النبوءة في مزامير داود: وضع علقما في طعامي وفي عطشي يسقوني خلا. لم تكن هذه صرخة إنسان عطشان إلى الماء فحسب، بل أيضا صرخة عطش إلى الآب تحت غيوم الجحود البشري. والكلمة السادسة: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. كانت هذه هي صرخة الانتصار على الشيطان. لأول مرة خرجت روح الإنسان ولم يستطع الشيطان الهيمنة عليها، ولم يستطع أن يمنع خلاص النفوس البشرية. الكلمة السابعة: قد أكمل. وفي ذلك إشارة إلى أنه أتم النبوءات التي جاءت في العهد القديم والمزامير. لقد أتم يسوع الفداء على الصليب ودفع عن البشرية ديون الخطيئة. في المرحلة الثانية عشرة يسوع يموت على الصليب، وحجاب الأيكل ينشق من أعلى إلى أسفل. الشمس تظلم، الأرض تتزلزل، والصخور تتشقق. ويمكن ملاحظة أثر تشقق الصخور هذا عبر هذا الزجاج وهذه الصخرة المنشقة من الوسط. الذي وشح السماء قابلات متى
يقدم لنا الرسول بولس مفهوما لاهوتيا لانشقاق الحجاب في رسالته إلى العبرانيين، ألا وهو انفتاح المقادس السماوية أمامنا بذبيحة الصليب، ويقول: ليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. انشقاق حجاب الهيكل ورمز لنهاية العهد القديم وبداية العهد الجديد. في المرحلة 13 يتم تنزيل يسوع عن الصليب، ولكن من ذا الذي يجرؤ على أن يطلب جسد يسوع المسيح من بيلاطس البنطي؟ يروي لنا الإنجيل أنه حين كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان قد أصبح تلميذا في الخفاء ليسوع، ولكنه جرؤ على الذهاب إلى بيلاطس وسأله أن يأخذ جسد يسوع ليدفنه قبل دخول السبت، فأذن له بيلاطس بذلك. وقام مع نيقوديموس عضو في السنهدرين وأيضا تلميذ يسوع في الخفاء بإنزال يسوع عن الصليب. ننزل من كنيسة الجلجلة، وعندما نبلغ أرض الكنيسة يواجهنا حجر من الرخام الأحمر مزين بالشمعدنات والمصابيح. على هذا الحجر من الرخام الأحمر لف يوسف الرامي جسد يسوع بالأكفان والأطياب لتتم نبوءة أشعيا: وجعل موته مع غني. يتطلب السير وراء يسوع المسيح كما فعل يوسف الرامي إلى شجاعة كبيرة، فمهما واجهتنا نحن المسيحيين في هذا العالم الأهوال والصعوبات، علينا أن نتذكر أقوال الرب: أنا الرب إلهك، لا ترتعب ولا تخف، سأكون معك حيثما تذهب. نسجد لآلامك أيها المسيح، نسجد لآلامك أيها المسيح، نسجد لآلامك أيها المسيح. فأرنا نتابع سيرنا نحو المرحلة 14، دفن يسوع المسيح. كما يروي لنا الإنجيل فأنه بالقرب من مكان الصلب كان هناك بستان وفيه قبر جديد لم يوضع فيه أحد من قبل. كما ستلاحظون على بعد خطوات قليلة سنصل إلى القبر المقدس. وصلنا إلى المرحلة 14، قبر يسوع المقدس. يسوع يدخل مملكة الأموات. عما قريب سيتبدل صمت الموت بأجراس القيامة. لمن ستقرع أجراس القيامة؟ ستقرع بالتأكيد تمجيدا ليسوع المسيح الذي قهر الموت ووهبنا الحياة، وستقرع لنا نحن أيضا بني البشر لتوقظنا من سباتنا العميق، لنتحرر من عبودية الشيطان، ولتدعونا إلى التوبة بعد أن انفتحت أبواب السماء
ومزغ فجر العهد الجديد. فقد دخل يسوع المسيح مملكة الأموات ليبحث عن آدم ويقول له: قم احمل فراشك وامشي، ها إني قد حررتك. فمن أمام القبر الفارغ ليسوع المسيح في كنيسة القيامة في مدينة القدس نقول لكم جميعا: المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك. الموت بالموت.